يا هلا بكم من جديد مشاهدينا، وصلنا لفقرتنا الأخيرة في حلقة اليوم واللي راح ننطلق بها من جدة مع فكرة الشاب السعودي عمرو آل الشيخ اللي ترك الحياة اللندنية وعاد إلى السعودية ليكون قريب من أول مشروع من نوعه يهدف لنشر السلام بين شعوب العالم من خلال تصاميم مميزة تحمل مفهوم الأمة الواحدة على قمصان عصرية يرتديها الشباب والفتيات أيضا في كل أنحاء العالم. التفاصيل في هذا اللقاء مع الشاب السعودي عمرو آل الشيخ صاحب فكرة تيشيرت ون أمة. رحب فيك أخ عمرو، يعني فكرتك وصلت ل 200 مليون حول العالم والسلام هو عنوانك الأول. حدثنا عمرو عن هذا النجاح. بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أخوي، إحنا الحين وصلنا يمكن لأكثر من 200 مليون شخص. هذا الاستيميت احنا بحثنا عليه عن ثرو طريق الماركتينج تيم، ماركتينج تيم اللي هو فريق التسويق هو اللي حصل على الرقم هذا. واللي اهم من كذا انه يعني يمكن في 200 مليون شخص يعرف عن ماركت وان امه، بس مو شرط انه 200 مليون شخص بأيد الفكره او يعني سبورت ات ان ا بروبر واي. فياريت يعني لو عندنا إن شاء الله 200 مليون شخص أو أكثر بأيدوا الفكرة وبيساندونا، يعني هذا يعتبر يعني ممكن ساعتها نعتبره نجاح أو نجاح بسيط. أخ عمرو، يعني بعد هذا النجاح وهذه المرحلة من الانتشار، كيف تفكر الآن وما هي الخطوات اللي تعمل عليها لمزيد من التأثير؟ إن شاء الله عندنا بعض الأشياء مجهزينها، في مفاجأة لجماهير وان أمة هننزلها إن شاء الله عن طريق المطرب قصي. وشيء ثاني اللي هنسويه إن شاء الله اللي هي تغيير فكرة وان أمة كماركت تيشرتات. إحنا الحين إن شاء الله نبغى ننزل كولكشن كامل عشان نغير فكرة إنه وان أمة ماركت تيشرتات. اخترعنا إحنا خط انشهرنا فيه اللي هو الخط اللي يأخذ الكلمات يعني يتكلم بالحروف العربية عشان لكن ينقرب الإنجليزي، الخط ينقرب الإنجليزي. فالحين إحنا هنسوي العكس اللي هي حروف إنجليزية لكن تنقرب العربي. فهذه هي الخطوة الجديدة إن شاء الله. أخ عمرو، عرفنا بأنه هناك مجموعة من أصدقائك حول العالم عم يقدموا لك العون والمساعدة، ولكن ياريت تحدثنا أكثر كيف بتتم عملية التصميم وأيضا الإنتاج ومن ثم البيع ونشرها في العالم. الحمد لله في كثير ناس ساندونا، ومو كلهم يعني في الواجهة، مو كلهم في الصورة، في كثير ناس behind the scenes يعني contributing a lot، يعني مثل الأستاذ عبدالله السديري، الأستاذ فهد كردي، كثير ناس يعني أسسوا الفكرة معانا وساعدونا فيها، والحمد لله يعني هذا هو اللي يعني خلى الفكرة تنتشر الحمد لله. عمرو، يا ريت تحدثنا عن أشهر الشخصيات العالمية اللي ارتدت زي وان أمة، وكيف انعكس يعني موضوع ارتداء هذا الزي؟ والله هي الفكرة يعني بتجذبهم عشانها فكرة سلام أولا في زمن ضد السلام، فهذا الشيء يعني بيجذب كثير من المشاهير. كمان الديزاينز اللي احنا صممناها يعني very unique جدا ومميزة جدا، فهذا طبعا يعني بخليهم ينجذبوا إلى الفكرة. نعم أخ عمرو، يعني لاحظنا أنك تتعمد لوضع أرقام معينة في تصاميم التيشيرت، ولكن ما هي الفكرة اللي من ذلك، وخصوصا أنه رقم مثلا 22 ما زال حتى الآن مجهول، يعني ماذا تقصد برقم 22؟ رقم 22 هو الآن يعني صراحة سر، واحنا ما يعني ما نقدر الحين يعني نعطيكم جواب معين او جواب سبيسيفيك، بس ان شاء الله فيري سون هي يعني هننشر طبعا وهنشرح وهنعرف ايش معنى الرقم 22، وان شاء الله يعني زي ما يقولوا بالانجليزي يعني اتس ورث ذا ويت، وان شاء الله الناس هي هتعجبهم. يعني هل هو خاص بالمعنى؟ الخاص المعنى؟ نعم. المعنى هل هو خاص؟ ايوه بالضبط. لا هو ما هو معنى شخصي، هو معنى يعني very complex، بحيث انه يعني
بجواب واحد بكلمة بسطر واحد ما أقدر أجاوبك عليه، يعني له عدة أجوبة وهو جواب عميق، يعني عميق جدا. يعني يخص الأمة نقول يخص الأمة؟ نعم يخص الأمة، عم بحاول أدرجك لتقولي الحقيقة. يخص كثير أشياء، يخص يعني في ناس مثلا يقولوا 22 دولة عربية، يعني في كثير أشياء لل 22 ما يفهموها، يعني فكل واحد عنده ثيري معين أو تركها عنده للمخيلة، فكرة معينة. بالضبط بالضبط. طب عمر، هل وجدت يعني أي نوع من الانتقاد كونك تعمل على هذا التقارب، التقارب بين شعوب العالم المختلفة الديانات والمذاهب والاعتقادات؟ والله يعني في طبعا الانتقادات، بس يعني المساعدات والمدح الحمد لله يعني بيجينا أكثر من ما بيجينا انتقادات. في بعض الناس طبعا مفهومهم لكلمة أمة واحدة غلط، يعني بيفهموها بالمعنى الإسلامي أو بالمعنى العاطفي وليس بالمعنى العربي، فهذه مثلا سببت لنا بعض الانتقادات، إنه يعني ليش عندكم مثلا، ليش بتستخدموا طريق الأغاني لنشر السلام، ليش بتستخدموا طريق الفاشن لنشر السلام. بس احنا الحين في زمن إعلام وزمن يعني هذه الأشياء هي اللي بتأثر على الشباب، عشان الشباب يعني في العصر هذا يعني مو زي it's not like before، يعني have certain أشياء معينة يعني اللي بيحبوها، ومثل الفاشن مثل الميوزك مثل الأشياء الثانية يعني. فطبعا بتجينا انتقادات، بس ان شاء الله يعني احنا وي كيب موفينج فورورد. نعم اخ عمر، اكيد فخورين فيك، يعني شاب عربي فعلا ينشر موضه، والموضه بتدعو للسلام، للدعوه كثير هي ساميه بالتاكيد، افضل ما نضل نستقطب دائما من الغرب، ولكن يا ريت انما هي مشاريعك الجديده حول نفس الهدف. سوري ممكن تعيد السؤال؟ يعني مثلا عم نقول انه نحن ما نضل نستقطب من الغرب، حلو انه شاب عربي يعمل شيء وينشر للغرب ايضا، والمعنى مثل ما ذكرنا انه هو المعنى كثير سامي وهو السلام. هل هناك مشاريع تهدف الى نفس الهدف او تصب في نفس الهدف؟ طبعا احنا بنحاول صح ننشر السلام للغرب وكمان يعني للشرق مو بس للغرب، يعني في كثير ناس طبعا بيحاولوا يقلدونا، مو طبعا يعني بياخذوا ما ياخذوا اسم وان امه بس بطرق ثانيه. ما في اي مؤسسه او شركه عندها نفس فلسفه وان امه او نفس الاتجاه حق وان امه، وهذا يعني الحمد لله احنا يعني وكبتت، لان كل ما احد مثلا بيحاول مثلا يقلد او يحاول مثلا ياخذ our ideas، احنا بنغير الايمج او بنعمل بندخل في اشياء جديده. فto keep always being a step ahead of everyone. شكرا كثير لك عمر، وكل توفيق لك ان شاء الله، ولكل الشباب اللي مثلك فعلا عم بيحاولوا يخدموا الامه بطريقه او باخرى حتى لو من خلال تيشيرتنا. شكرا. شكرا.